مساء متمسك بالامل تشتعل به رغباتنا لتصبح حقيقه فلا يوجد صعب مع وجود الاصرار الذي يتحلى به كل انسان رغم تغيرات الازمان وتقلبات الحياه يبقى داخلك الجوهر الحقيقي لوجودك فمن هنا نحييكم الساده المشاهدين في برنامجكم حديث المساء وفي كل قطره نلمسها نحقق التغيير وفي كل حرف ننطقه نحقق الاتقان وفي كل خطوه نخطوها نحقق فيها الانجاز فبين الفعل ورده الفعل تدخل الكثير من الكلمات لتكشف لنا بان الحياه ما هي الا مسار يجب علينا ان نخطط له فاهلا وسهلا بكم والى عناوين حلقتنا لهذا المساء. جمعيه الصيادين والخدمات المقدمه للصيادين استعدادات اكاديميه النقل البحري في خرفكان للعام الجديد. المسقوف احد اسواق مدينه دبا الحصن ومن بعد ما تعرفنا على العناوين نبدا معكم اخبارنا لهذا المساء. والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأها ببشارة خير لأهالي مدينة كلباء ويقول الخبر أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم إمارة الشارقة بإنشاء نادي للمعاقين بمدينة كلباء على غرار نادي خرفكان للمعاقين والتفاصيل أكثر من خلال المقطع التالي فلنتابعه بغينا نادي لذوي الاحتياجات الخاصة في كلباء نحن بغينا هنا عندنا يكون نادي لذوي الاحتياجات الخاصه في مدينه كلبة على قرار نادي المعاقين في نادي أكار. الثقه للمعاقين ايوه ونادي المعاقين اللي في خرفكان ايوه نعم هذا هو. في كلبة ما في نادي للمعاقين ما في شيخي احنا محتاجين يكون عندنا لان عندنا اعداد كبيره في ذوي الاحتياجات الخاصه تقريبا ما يقارب 200 شخص خلنا نبشرك بشاره خير يعني <applause> صاحب السمو حاكم الشارقه الله يحفظه يبشرك ويقول لك ويوعدك ان شاء الله بان نفس اللي موجود في خرفه كان بيتسوى عندكم في كلبه الله يحفظه ويطول بعمره نفس اللي موجود في خرفه كان بيتسوى عندكم في كلبه نادي خاص للرياضات لذوي الاحتياجات الخاصه او لا الله خير وما يقصر جزاه الله خير هذه <الجومة> هذه من من عندنا نحن هذه من الشيخ الله, <الله يحفظه ان الله الله كلبه جزاه الله خير جزاه الله خير العمر الله خير إذا بشرى لأهالي مدينة كلباء ولذوي الإعاقة في مدينة كلباء بإنشاء ناد للمعاقين في مدينة كلباء على غرار نادي خرفكان للمعاقين وهناك في الشارقة نادي الثقة للمعاقين إذا هو تأهيل لذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية بوجود ناد يرفه عنهم بأنشطة بفعاليات مبارك لأهالي مدينة كلباء وفي نجاح آخر تحققه هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في إمارة الشارقة نشر الخبر التالي ويقول: محمية الشريقة تنجح في تكاثر طائر الرفراف العربي المطوق في محمية أشجار القرم في مدينة كلبا والتفاصيل أكثر من خلال المقطع التالي فلنتابع صراحة طائر الرفراف العربي المطوق هو مستوطن فقط في مدينة كلباء فقط وهو من الأنواع الفرعية المعترف بها من أنواع الرفراف بشكل عام الرفراف الموجود عندنا في أستراليا وأيضا في منطقة آسيا إلى شبه القارة الهندية ولكن هذا النوع من الرفراف وهو من الأنواع الفرعية نسميها سبيشيز تم تسجيله فقط في مدينة كلبا يعني في العالم كله ما شيء؟ لا يوجد في اي مكان في العالم أيوة. تم اخذ الصفات الوراثيه كان العلماء يتوقعون او الباحثين الموجودين في الهيئه انه هو من الرفراف الموجود في هذه المناطق اللي ذكرت لك اياها ولكن بعد اخذ عينه من الصفات الوراثيه الموجوده فيه تبين انه من الانواع الفرعيه لهذه لهذا النوع من الرفراف، الرفراف العربي المطوق تم تسجيله في 2012 باسم اماره الشارقه بوجود هذا النوع في اماره الشارقه فقط في الاتحاد العالمي لصون الطبيعه كطائر رفراف مطوق عربي في حاله حرجه ومهدد بالانقراض نتيجه لوجود تقريبا 130 يعني زوج من هذه الطيور في كلباء فقط إذا طائر الرفراف العربي المطوق ووجوده فقط في إمارة الشارقة بشكل استثنائي حول العالم هذا بحد ذاته يكفل لنا بأن نقول بأن هناك تنوع حيوي وبيولوجي في المنطقة الشرقية وفي إمارة الشارقة بشكل عام وهذا الإكثار والتنوع نراه من خلال الجهود المبذوله من حكومه الشارقه وعلى راسها صاحب السمو حاكم الشارقه في توفير البيئه وفي توفير المحميات الطبيعيه والاكثار من التنوع البيولوجي في هذه المنطقه. اذا ما زلنا في برامجنا وما زلنا في اخبارنا لهذا المساء، الشارقه الكتاب تطلق نادي للناشرين. وهذا النادي سوف يكون عن بعد. أعلن هيئة الشارقة للكتاب عن إطلاق مبادرة نادي النشرين برعاية المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بهدف دعم قطاع النشر ورفض العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المنسجد. إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة في المجال ويعتقد أو يعقد النادي أولى جلساته الحوارية يوم الأربعاء في التاسع من سبتمبر الجاري عن بعد عبر تطبيق التواصل المرئي زوم وتتناول الجلسة أهمية إيجاد طرق مبتكرة لتسويق العناوين الجديدة وكيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في دعم جهود الناشرين وضمان مواصلة عملية بيع الكتب في مختلف الظروف. إذا نادي جديد أو إطلاق نادي الناشرين هذا بحد ذاته يسهل على الناشرين في التعرف والترويج والتسويق لكتبهم من خلال هذا النادي. إذا ما زلنا مستمرين كذلك في أخبارنا المحلية اجتماعية الشارقة تطلع أو تطلع إلى برنامج برامج متنوعة لكبار السن. أكدت هدى المحرزي من دار رعاية المسنين بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الدار تقدم لكبار السن فعاليات وأنشطة متنوعة تسهم في تعزيز صحتهم النفسية والاجتماعية من خلال برامج تنموية في الفترة الصباحية والمسائية وضمن إجراءات وتب... وتدابير وقائية والتفاصيل أكثر من خلال المقطع التالي فلنتابع. السلام عليكم ورحمة الله، من قبل كورونا كان لدينا قسمان، قسم البرامج وقسم الإعاشة. قسم البرامج الخاص بإلقاء الأذكار وتحفيظ القرآن الكريم للمسنين وأعمل بعض البرامج الترفيهية والاجتماعية وأيضا لديهم حفلات حفلات على مدار السنة مثل حفلات استقبال المرضى من المستشفى أيضا حفلات ختم القرآن الكريم حفلات على مدار على مستوى الإمارة الشارقة مثل ملتقى كبار السن وفي عدنا في رمضان أيضا تفطير كبار السن مع فئات المجتمع كنا نسويها قبل كورونا في الخيمة كانوا يفطرون لكن بعد كورونا عشان ما يحسون أنهم بعيد عن المجتمع سوينا لهم عن بعد اللي هي مبادرات مبادرة بركة الدار قبل الافطار المتطوعين يقومون بالتواصل مع المسنين وادخال البهجه والفرح الى قلوبهم بالاجواء الرمضانيه المتاحه ايضا في العيد قمنا بمبادره انتو عيدنا لكبار المواطنين ايضا نفس الشيء تبادلوا وياهم المتطوعين الاحاديث وتهنئتهم بالعيد المبارك سواء عيد الفطر او عيد الاضحى ايضا عيد الاضحى قمنا باعطاء المسنين الهدايا هذا بخصوص اللي هو قسم البرامج قسم الاعاشه هو خاص يعني بتوفير احتياجات المسنين الخارجيه والداخليه قبل كورونا كانوا يودونهم مثلا البنوك اذا يبون يسيرون السوق اذا يحتاجون شيء من الجمعيه يوفرون لهم كل الاحتياجات اللي يريدونها يعني من بعد الكورونا حاليا يتصلون فيهم اذا يبون شيء هم يجيبونه من برا عمليه التواصل وياهم مثل ما قلت لك انه حاجز حد من اهلهم يبون يزورونهم يعني بها هذه السماعات والحاجز عشان سلامتهم واي حد يجي من برا لازم اجراءات هاي الاحترازيه مو باي حد بس الموظفين اللي هم قليل من الموظفين اللي هم يشرفون عليهم وايضا ارتداء القفاز والكمامات وايضا احنا علمناهم سوينا سوينا حق جلساء كبار السن من الموظفين انهم اهلناهم كيف هم يرعونها كبار السن كيف طريقه استحمامهم وبكل هذه الاجراءات واتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي على جهوده الدائمه في حمايه هذه الفئه وتوصيته المجتمع على حمايتهم وتوفير الادوات اللازمه سواء في بيوتهم او في الدار. ايضا اتوجه للشكر للرئيس عفاف المري على حمايتها لكبار السن وايضا على مدير دائره خدمات الاجتماعيه على جهودهم الدائمه في حمايه كبار السن والمحافظه عليهم. إذا جملة من الخدمات تقدمها اجتماعات الشارقة لرعاية كبار السن وتقديم رعاية وحياة إن شاء الله تكفل لهم الرعاية السليمة. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه جملة الأخبار المحلية لحلقتنا لهذا اليوم لبرنامج حديث المساء، أما الآن ننتقل إلى موضوع الحلقة. وفي هذا اليوم وفي هذه الحلقه عندما اخترنا هذا الموضوع اخترناه لسبب مع تطور الحياه المتسارع في الحداثه وثوره وطفره التكنولوجيا في هذا الوقت يخوض العالم غمار هذه الثوره التكنولوجيه وهذه الطفره التكنولوجيه سهلت في حياتنا وقربت البعيد في شبكه تواصليه اجتماعيه ظهرت لنا على شكل مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت لها اثر كبير في حياتنا اليوميه فباتت هذه المواقع جزءا رئيسيا في حياه الافراد تتجول ببصرك وانت تسير وعيناك في هذه الفتره مسلطه على شاشه الهاتف وفي نفس الوقت مع مواقع التواصل الاجتماعي هذه في اماكن الانتظار كم لك ان ترى؟ احصي عدد من يمسك بهاتفه النقال. ويطلع فيه متناسي كل ما يدور من حوله، مركز على كل التركيز على لعبه او قد يتصفح مواقع الكترونيه، يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، تويتر، سناب شات، انستغرام ونزهه غنائيه الى تيك توك. فهذا السباق عزيزي المشاهد وانبثاق متواصل وظهور متجدد لهذه التطبيقات الاجتماعيه التي ظهرت في الاونه الاخيره، هذا التواجد الذي كان منذ عقدين يعد ترف ويعد يعني شيء من عدم الضرورية في المجتمع، اليوم في حياتنا الحالية أصبح ضرورة لازمة كما صورها لنا مصدروها وأهمية هذه المواقع بالنسبة لنا وأن تكون هذه المواقع أساسية في حياتنا، إذا لم تكن لديك مواقع تواصل اجتماعي فأنت متخلف ورجعي، فهناك بعض الكلمات التي قد تكون لمن لا لديه هذه المواقع وهذا أمر أراه يعني ظالم يعني بمواقع التواصل الاجتماعي، لذلك عزيزي المشاهد لا جدال بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي لأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان استخدامها سليم تجلب لنا المنفعة تدفع عنا الضرر لكن المؤسف أن تصبح هذه المواقع ملهاة ومضيعة للوقت وللأسف كثير منا قد يضيع وقته وتستنفذ أوقاته وعمره يفنى في خلال هذه المواقع قد ينتفع وقد لا ينتفع من هذا التصفح العشوائي ومن تواصل غير مفيد مع أصدقاء افتراضيين. لا نعلم مدى صدقهم هؤلاء الأصدقاء ومن هم وهل هم صادقون فيما يقولونه أم لا؟ في هذه الشبكة العنكبوتية وفي هذه الشبكة التواصلية يكون التواصل بها ربما بالضغط على زر الإعجاب أو الرد بتعليق ربما يكون ذو فائدة وبإطراء جميل على مقدمة من محتوى أو يكون تعليق ساذج ينشر العنصرية، ينشر الطائفية وسوء النية، فكلها ردود أفعال عن منشورات من عالم افتراضي وقد وجدت في هذا العالم، وأحدهم يقول متفاخرًا في هذا العالم أن لديه ملايين وأن لديه مئات آلاف المتابعين في هذه المواقع، لكن لو أتينا إلى حياته الحقيقية وحياته الواقعية وإن بحثت فلن تجد له مع هذه المعمعة صديق حقيقي. اليوم عزيزي المشاهد من خلال موضوع حلقتنا لهذا المساء في تاثير مواقع التواصل الاجتماعي وكيف اثرت علينا وفصلت الافراد عن واقع حياتهم وفصلت الافراد عن مجتمعهم. فالمشكله الاكبر تظهر فيما فعلته تلك المواقع في انفصال الفرد وعزلته عن مجتمعه بل عن عائلته ففي الاسره الواحده قد تجد كل فرد مشغول بجهازه او هاتفه النقال او الذكي وكانه يعيش في جزيره منفصله عن باقي افراد اسرته ومخلفه هذه التكنولوجيا عزله اجتماعيه لهذا الفرد متناسين ان هذه العزله الاجتماعيه من اهم اسباب الاكتئاب الذي يعيشه الكثير منا في وقتنا الحالي حتى من له عدد كبير من الاصدقاء الافتراضيين تجده في هذه العزله يشعر بداخله ويشعر بداخل نفسه بعزله ويشعر بضيق قد لا يعرف مصدره والذي هو من الاساس سبب انعزاله عن افراد اسرته ودخل هذا الشخص داخل ساقولها بمفرده داخل صومعته الالكترونيه هذه الصومعه الالكترونيه جعلته ينعزل عن افراد اسرته يورث الجفاء يورث الضيق الاكتئاب وتناسى بانهم اقرب له من هؤلاء الافتراضيين وهم يفرحون افراد اسرته يفرحون بصدقهم يفرحون بصدق المشاعر اتجاهه يحسدون لحزنه ويزعلون لزعله ف وكذلك يزعلون ويحزنون اذا اصابه اي مكروه لذلك عزيزي المشاهد اذا كنت منهمك في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ولا تجني منها اي فائده معرفيه تعود عليك بالنفع ولا لاسرتك تعود عليها كذلك بالنفع اذا توقف ولا تهرول في هذا العالم عبثا واختصر على نفسك الجهد في التركيز ومضيعه الوقت فهناك من هم اولى بذلك الوقت المهدور علينا ان نتفكر ونتذكر وتكون لدينا في حياتنا رؤيه جديده وفي مدى استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي الافتراضيه ونتذكر بانها افتراضيه نحصي عدد الساعات التي نقضيها متصفحين ممسكين بهواتفنا ندرك اهميه ان تكون انت شخص واعي عندما تمسك هذا الهاتف النقال وتكون واعي للوقت الذي قد تهدره وقد تهدر من عمرك وتفني وقد تهدره فيما لا ينفع وبالكثير من اوقاتنا في هذا الوقت قد تكون مهدوره ويضر صحتنا ويورد لهذا الفرد الامر الذي لا يحمد عقباه لذلك هناك عده دراسات في, هذه في هذا الموضوع وفي هذه الحلقه ساذكر لكم دراسه للمركز الوطني للابحاث التي تخص لابحاث الشباب بجامعه الملك سعود بالمملكه العربيه السعوديه تشير هذه الدراسه الى ان الافراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي له تداعيات نفسيه تداعيات اجتماعيه متعدده منها زياده القلق والاكتئاب والرغبه في الانعزال وعدم القدره على التواصل الواقعي مع الاخرين. لوحظ من خلال هذه الدراسه ولاحظ القائمون من خلال المشاهدات والمتابعه لبرامج التواصل الاجتماعي ان هذه الظاهره تزداد نسبه انتشارها يوما بعد يوم وكذلك تزداد اثارها السلبيه وخاصه على فئه الشباب الذين يعدون اكثر فئه مستخدمه لهذه المواقع الخاصه بالتواصل الاجتماعي. وان كان هذا الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي تكون تتعلق بامور سواء يعني بالدراسه او العمل او تمضيه وقت فراغ، لوحظ ان الشاب الذي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بكثره تتاثر لديه مهارات التواصل الاجتماعي والشعور بالوحده. إذا عندما قلت بأنها عزلة اجتماعية بالفعل هي عزلة اجتماعية، عندما قيل بأن مواقع التواصل الاجتماعي فهي ليست بتواصل اجتماعي بل هي مواقع العزلة الاجتماعية، قلنا على أقل تقدير. إذا بعد ما أطلعتكم على هذه الدراسة عزيزي المشاهد أو أعزائي المشاهدين، فلنستثمر هذه الأوقات بأن نعطي أبناءنا، نعطي أمهاتنا، آبائنا جزء من هذا الوقت الكبير الذي نقضيه في تصفح تلك المواقع. بأن نسأل عليهم، نسمع منهم فهم في أمس الحاجة إلينا وحتى لا نعض أيدينا ندماً بعدما يكون قد فات الأوان على برهم أو فات الأوان على أخذ أخذ بركاتهم. إذا مشاهدينا الكرام يعني أتمنى بأن تستغلوا أوقاتكم بالشكل الصحيح. استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فهي فيها المعلومة الكثيرة، لكن أخذوها بالمفيد الذي يعود عليكم بالفعل. على شخصيتكم على مجتمعكم فكان هذا هو موضوع حلقتنا لهذا المساء ونكمل ما تبقى من برنامج حديث المساء وفي مواضيعنا وفي تقاريرنا الذي خصصها برنامج حديث المساء من قبل فريق العمل. اذ تعد جمعيات الصيادين المتوزعه على مدن المنطقه الشرقيه من اهم الدوائر التي تعمل على توفير كل ما يحتاج اليه الصياد من خدمات ومعدات. واليوم سنتعرف معكم على اكثر أو دور هذه الجمعيات من خلال الفقرة التالية فلنتابعها جمعية سالين يعني تساعد الصيادين بجميع شؤونهم بجميع محتاجاتهم اللي يحتاجون لها من قراقير من له دوابي من سلف فلوس المعدات بيبات الياخ لا اخر ذلك لازم يساهم يعني كل صياد اللي بيدخل الجمعيه يساهم معنا يدفع 500 درهم ساهمه او 1000 درهم الساهمه ما لها تبقي عندنا يعني وقت ما بيخرج من الجمعيه ما يبي الجمعيه نرجع عليه فلوس ماله المبلغ اللي الصيد الاول والحين فرق وايد بيني بيني الصراحه اول زمان اول ما عندنا يعني هنود ما عندنا صيادين قليل جدا اسماك عندنا كثيره وايد اسماك يعني بالبر تقريبا في حدود 3 ميل 4 ميل 5 ميل 6 ميل الحين صياد حاليا يضرب 30 ميل 40 ميل بحريا موسم الصيد ترى في موسم عندنا موسمين موسم ترى موسم الدوابي اللي هي الدوابي هذه موسم مفتوح ما يد... ما يتبند مول 24 ساعه مفتوح يعني الشتاء وصيف اما اللي هي الهيالي اللي يسمونه اول كان الهيالي الحين يسمونه التحويطه حاليا هذا المواسم موسم التحويط يبتدي من شهر تقريبا 15 10 الى شهر اول خمسه تقريبا استفادوا وايد اخر السنه نعطيهم ارباح من مبيعات مالهم اللي ارباح مالهم نعطيهم ارباح فيه يحصل كل تقريبا حلو 2000 3000 على حسب مبيعات ماله يعني حصل 10000 12000 15000 مو واحد يعني على حسب مبيعات مالهم اللي بي. هو ارتباط لأهالي المنطقة الشرقية بالبحر ووجود مثل هذه الجمعيات تكفل للصيادين الخدمات التي بالفعل تكفل لهم هذه الحرفه بان تكون متواجده بينهم وما زلنا مستمرين في استقبال ضيوفنا المميزين وتعد اكاديميه او الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رافدا اكاديميا رائدا من شانه تخريج ضباط ملاحه ومهندسين بحريين مؤهلين للعمل بالمؤسسات البحريه وتحظى بطاقم تدريسي واداري على اعلى مستوى من ذوي الخبره العلميه والعمليه ومنهم ربابنا لهم خبره ودرايه في اعالي البحار الى جانب مهندسين بحريين اكفاء ولهم خبرة كبيرة واليوم سنتعرف أكثر على استعدادات الكلية بتواجد الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشرقة مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا كيف الحال دكتور؟ الحمد لله أهلا بك وأشكرك على الاستضافة شكرا جدا الـ إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد الأكاديمية تقبل تستقبل طلابها الجدد وتكمل المساقات مع طلابها السابقين لكن وجود الاكاديميه البحريه في المنطقه الشرقيه وبالتحديد مدينه خرفكان هي تعزيز لمجال المجال البحري ان كان من خلال التوريد البحري ان كان من خلال البحريه بشكل عام فتعزيز هذه الكليه وجودها في المنطقه الشرقيه اكيد لها اثار ايجابيه رايتموها. اكيد طبعا هي الاكاديميه العربيه تعتبر من من الرواد في مجال التعليم والتدريب البحري على مستوى العالم هي طبعا أكاديمية هي تعتبر منظمة متخصصة نعم. تابعة لجامعة الدول العربية مقرها الأسكندرية نعم. بس طبعا لها أفرع في كذا دولة دولة عربية ففي فرع في سوريا وحاليا في فرع في الشارقة ويعد الأكبر خارج دولة, دولة المقر نعم. الأكاديمية كان الدور بتاعها الرئيسي ظهر منذ نشأتها أن هي بتدعم الدول العربية من ناحية تأهيل الكوادر العاملين على ظهر السفن نعم. بالإضافة إلى هي تعتبر بيت خبرة بحري عربي لخدمة صناعة نقل البحري وصناعة البحرية على مستوى الدول العربية سواء كانت صناعة مواني أو من خلال شركات ملاحية أو تطوير للأساطيل فطبعا الخلفية بتاعت الأكاديمية يمكن كانت جيدة على مر السنين من سنة 1971 وطبعا كان القرار بتاع سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي باستضافه فرع الاكاديميه في اماره الشارقه في مدينه خورفكان اعتقد ان شاء الله هيكون لي اضافه جيده وتعاون ان شاء الله انا شايف هيكون جيد جدا مع دوله الامارات احنا يعني نكاد نكون بقى سنه دلوقتي نعم في دوله سنة. الامارات وانا شايف التعاون جيد جدا وكل ال... وكل العلاقات ايجابيه مع ال... الهيئة الاتحادية، الهيئة الفيدرالية للنقل مع الشركات الملاحية مع المواني الطلبة اللي موجودين عندنا بصراحة يعني كان يمكن أول مرة ناخد طلبة كان نسبة البنات فيهم تتعدى ال المية وكلهم فعلاً عايزين يعملوا في مجال البحر فده برضو كان من, من الحاجات اللي اعتقد أنها تعتبر يعني بايونير على مستوى العالم كله مش م. على مستوى الشارقه فقط. جميل اذا دكتور احمد وجود مثل هذه الاكاديميه آآ آآ مضينا عام من العام الماضي وهذا العام وكملنا عام في وجود الاكاديميه في خرفكان راينا نتائج نتائج ايجابيه ومن اقبال منتسبي هذه الاكاديميه للبرامج المقدمه في الاكاديميه. اليوم عندما نتكلم عن البرامج المقدمه في هذه الاكاديميه ما هي انواع البرامج المقدمه؟ هو في الوقت الحالي في كليه النقل البحري والتكنولوجيا بتقدم برنامجين، برنامج تكنولوجيا هندسه بحريه نعم. وتكنولوجيا نقل بحري. نعم. تكنولوجيا هندسه بحريه بتخلي الطالب يتعلم مجال الهندسه البحريه ميكانيكا بحريه بالاضافه الى ذلك بيبدا ان هو ياخد شهاده شهاده اهليه اللي احنا بنسميها في المجال البحري اللي هي سي او سي اللي هي زي رخصه القياده اللي من حقه أنه هو يعمل على ظهر السفن بها كمهندس قسم الملاحه البحريه بيأهل الطالب ان هو يكون ضابط بحري وبعد كده ربان على ظهر السفن بالاضافه الى البكالوريوس الخاص بيه اللي هو تكنولوجيا نقل بحري ودي برضو من الاشياء اللي بتتميز فيها الاكاديميه اعتقد مقارنه باي جامعه اخرى سواء كانت جامعه بحريه او غير بحريه ان الطالب يتخرج بشهادتين شهاده اللي زي ما قلت لحضرتك اللي هي Certificate اوف كومبتنسي اللي هي السي او سي اللي هي رخصه اللي بتؤهله لعمل على السفن كقبطان او كربان السفينه او كمهندس طبعا مع التدرج التخرج بتاعه زائد شهاده بكالوريوس بكريوس في تخصصات معينه زي اوفشور اوبريشنز اللي نعم. هي العمليات الداعمه للمجالات البترول والاويل انجاز في البحر او نعم. البورت اوبريشنز اللي هي عمليه الماء وده بيوضح الدور بتاع الاكاديميه في تشعب التخصصات اللي فيها عشان تخاطب النقل البحري من جميع اوجه نعم تخاطب الخريج المفروض بيخاطب النقل البحري بالظبط شخص بيعمل على ظهر السفينه كظابط بحري ويتدرج الى ربان او كمهندس بالاضافة الى عمله في شركات الملاحة في المواني في الهيئات الحكومية تتعلق بالاشراف والتفتيش فاعتقد يعني دي فرصة جيدة ان الطالب يكون معاه شهادتين بيأهلوه للعمل في مختلفة تماما نعم، بالفعل وجود مثل هذه الأكاديمية التخصصية في دولة الإمارات تكفل يعني العمل في هذا المجال بأن الدولة هناك موانئ كبيرة والموانئ في دولة الإمارات يعني تعد عالمية ان اتينا الى ميناء دبي اتينا الى ميناء خرفكان الى ميناء ابو ظبي الى ميناء الشارقه هذه موانئ عالميه وهي وهي نقله وحركه في هذه المنطقه اذا نحتاج الى ان نرفد لهذه الموانئ كفاءات من هذه الكفاءات التي تقدم في هذه الاكاديميه بالضبط بالضبط اتفق مع حضرتك هي طبعا دوله الامارات تعتبر دوله محوريه في مجال النقل البحري وبصراحة الدول العربية برضو موقعهم موقع محوري جدا نعم. يعني دول محاطة بثلاث قارات حوالي 3.5 مليار نعم. إنسان فمتطلباتهم اللوجستية عالية فبالتالي النقل البحري بما هو يمثل 90% أو أكثر من 90% من التجارة العالمية فأعتقد دولة الإمارات هيكون لها دور جيد جدا في مجال التعليم البحري من منطلق التفاعل مع الصناعة اللي, زي ما حضرتك نعم. اوريدي وضحتيه ميناء دبي ميناء ابو ظبي خرفه ميناء الفجيره طبعا كميه التجاره المتبادله في المواني نعم. احنا برضو بنعتبر الامارات فيها جزء كبير جدا ستورج او تخزين وقود فبالتالي الخدمات البتروليه كمان اللي موجوده مثلا على سبيل المثال في اماره ابو ظبي الكلام ده كله محتاج اكاديميه متخصصه في هذا المجال لدعم الكوادر الوطنيه للعمل في هذا المجال سواء نعم. ان كان على ظهر السفن او في كل المجالات البحريه اللي احنا يمكن اتكلمنا فيها نعم. الان دكتور احمد كما مشاهد على الشاشه هناك يعني تفاعل مع المعلمين او حتى عفوا الكادر التعليمي في الاكاديميه مع أيوة. الطلبه هذا التفاعل اصبح تفاعل الكتروني مع هذه الجائحه وتبعات جائحه كوفيد 19 طبيعه العمل البحري وهذا العمل يحتاج الى تواجد الى تفاعل لكن هناك وجد ربما التعلم الهجين وهذا اعتقد ما تعملون فيه الان في الاكاديميه بالضبط هو فعلا اول ما حصل الحاله اللوكداون اللي حصل في كل العالم فطبعا زي اي جامعه اتجهت للاتجاه الالكتروني وكان التعليم كله اونلاين زي ما حضرتك شايفه نعم. اعتقد دي من الحاجات اللي مش سهله ان هي تدرس في اي جامعه بحريه وما اعتقدش الجامعات البحريه كتير قدروا ان هم يحققوا اونلاين ليرنينج لماده على سبيل المثال زي الخريطه نعم. او الملاحه الساحليه او الملاحه الفلكيه لان المواد دي يعني فعلا اخذت مجهود من الساده الزملاء اعضاء هيئه التدريس بشكل يعني زي ما حضرتك شايفه دي خريطه فحضرتك بتعلمي الطالب ازاي يتعامل مع الخريطه فكانوا المحاضرين بيشتغلوا مع الطالب في الفتره الصباحيه في المحاضرات وكان بيتعمل بعد الظهر محاضرات زياده نعم. لمساعده الطالب لان برضه حضرتك بتعلمي الطالب اجزاء فنيه نعم. ازاي يستخدم المسطره المتوازيه ازاي يرسم الخط السير الملاحي فدي دي كانت يمكن من الحاجات اللي بصراحه يعني كانت انجاز الحمد لله الاكاديميه ربنا اكرمها بيه بالنسبة للترم الجاي ان شاء الله احنا هنشتغل ليرنينج تعليم هجين المواد النظرية كلها هتدرس اونلاين المواد العملي المحاضرات العملي والمحاضرات اللي بتحتاج ان الطالب يروح مختبر دي ان شاء الله الطالب هيجي فيها في الكلية. نعم بالنسبة لي اعتقد يعني جميع المؤسسات التعليمية هناك تدابير احترازية وضعوها من اجل تسهيل العملية التعليمية ما هي التدابير الاحترازية التي وضعتموها انتم في الأكاديمية البحرية؟ طبعا احنا التدابير الاحترازيه اللي موجوده عندنا طبقا لمتطلبات وزاره الصحه نعم. فكل الريكويرمنتس اللي من وزاره الصحه نعم. طبعا تم تم تنفيذها من اول الاورينتيشن اللي اتعمل للطلبه ازاي يتعاملوا لما يجوا يزوروا الكامبس انطلاق التباعد الاجتماعي والهايجين اللي موجود ما بينهم بالاضافه الى الـ الهيجين المفروض يتبع والتطهير المتبع في في الكليه بشكل عام. نعم. فتم تنفيذ الكلام ده الحمد لله. جميل، بما ان يوم الاحد المقبل مقبلين في استقبال الطلبه، هل في مجال هذا الاسبوع بتقديم طلبات الالتحاق ام انتهيتوا من هذا الاستقبال؟ لا طلبات الالتحاق لا تزال مفتوحه لغايه يوم 12 ان شاء الله سبتمبر. نعم، مفتوحة. هل هناك متطلبات معينه للتقديم او الالتحاق بالاكاديميه؟ هو متطلبات الالتحاق الاكاديميه هو الحصول على الشهاده الثانويه العامه مسار عام او مسار متقدم بالاضافه الى الشهادات الاجنبيه زي الاي جي سي اس اي او الامريكان دبلوما بس طبعا اهم حاجه ان الطالب يبقى عارف ان هو مش معنى ان هو محقق الدرجه ان هو هيقبل في الاكاديميه لان بيكون في اختبارات طبيه تؤكد لياقته للعمل في البحر اختبار للنظر بالاضافه الى كشف للهيئه وانترفيو بيتعمل مع الطالب عشان نتاكد ان الطالب ده هيكون فعلا سفير جيد لدولته وللجامعه اللي هو هيكون متخرج منها نعم، إذا هي متطلبات تكفل بقبول الطالب لهذه الأكاديمية إن وجدت واستوفى جميع المتطلبات يلتحق بهذه الأكاديمية. بس بس. نعم، إذا وجود الطلبة الآن يعني أعتقد في هذا يعني مع هذه الجائحة اختلفت اللي كنت أعرفها بأن الطلبة يتواجدون في الأكاديمية من أول الأسبوع أو من يوم السبت مساءً حتى يوم الخميس مساءً. الآن ما هي الأوضاع في الأكاديمية مع هذه الجائحة؟ احنا الطلبه هييجوا يحضروا في الاكاديميه في المحاضرات العمليه فقط مش هيقدروا يحضروا نعم. بشكل كامل بس هو ان شاء الله احنا في انتظار ان شاء الله يعني ان ربنا يعني يكشف عننا هذه الغمه وعن العالم كله وان شاء الله الطلبه ترجع الاكاديميه تاني الطالب لما كان بيجي الاكاديميه كان كل يوم الصبح بيبقى يعني في طابور صباحي نعم. بيتم تحيه العلم الصباح وطابور رياضي وبدا الطلبه يروحوا يفطروا في مبنى مستقل تام لمعيشة الأولاد ومبنى مستقل لمعيشة البنات بيبدأ الطالب يخش فيه المحاضرات بعد الإنتهاء من المحاضرات بيتغدى وبيبدأ يروح المبنى السكني اللي هو داخل المدينة الجامعية نعم. الأكاديمية في خلاله بيبقى فيه مجموعة من الأنشطة في أنشطة تعليمية في أنشطة مساعدة لطالب لو في مادة محتاج مساعدة فيها أو حاجة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية وأحب أقول لحضرتك إن من خلال محاضراتي أنا بدرس في الأونلاين برضو الطلبة فعلا هما عايزين يرجعوا في الأكاديمية لأن هما يعني يمكن حاسين إن كان كانت يعني الجو اللي عايشينه في الأكاديمية كان كان مريح بالنسبة لهم ومفيد بالنسبة لهم على المستوى العلمي والمستوى الشخصي والمستوى البدني الرياضي كمان نعم. فاعتقد ان شاء الله يعني هنقابلهم باذن الرحمن في باذن الله المشاهد. وهذا الانضباط الصباحي من طابور الصباح الصباحي الى يعني طول اسبوع كامل متواجدين بعيدين عن اهاليهم هذا بحد ذاته يلزم هذه الشخصيه تجعل إن الشخصيه بالفعل يعني مهيئه مدربه بان تكون على استطاعه بان تكون على متن سفينه لمده شهور لمده سنوات هذا امر جميل جدا تكون عن طريق التعلم الواقعي إحنا بنعلم الطالب إزاي يكون مستقل قادر على التفكير قادر على اتخاذ القرار اه هو ده هو ده الهدف الرئيسي من الأكاديمية إن هو يخلق شخص مفيد لمجتمعه علميًا وعقليًا وأسلوبه في إدارة الأمور وحتى في قراراته لأن في على ظهر السفينة القرار محتاج يتاخد صح في الوقت الصح. نعم. فهو ده اللي بنحاول احنا نحققه معاه إن شاء الله. نعم، إذا الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالسرقة، شكراً لك. شكراً جداً. شكراً. شكرا. شكرا.